السلام عليكم أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه القناة نذكر باللي تعبد الدروس والتمارين في مادة الرياضيات والفيزياء. درسنا لنهار اليوم متعلق بمادة الفيزياء في وحدة تطور الجبنة الميكانيكية الخاص بالشعب العلمية والتقنية. تطور الجبنة الميكانيكية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول والجزء الأول ميكانيك نيوتن، فيه تذكير المكتسبات القبلية زائد بعض القوانين المهمة التي يمكن تطبيقها في تطبيقات ميكانيك نيوتن، وتطبيقات ميكانيك نيوتن المتمثلة في حركة أقمار، قذائف، سقوط حر إلى آخره. نبدأ أول حاجة بالحركة. نعرف بلك حركة مستقيمة منتظمة، حركة دائرية، حركة منحنية. نهتم بالحركة المستقيمة. الحركة المستقيمة فيها نوعان، حركة مستقيمة منتظمة ومتغيرة بانتظام. المنتظمة كل يعرف لأن سرعة ثابتة كمفهوم أولي، والمتغيرة بانتظام سرعة متغيرة ليست ثابتة. نروح نشوف بعض التعريف ولا المفاهيم الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها، معناتها هذه مهمة بزاف. عندنا ثلاث مفاهيم اللي هي السرعة، التسارع، المسافة. لازم تفهم العلاقة بيناتهم. السرعة هي في، التسارع أ، المسافة هي إكس. السرعة قلنا باللي هي تغيرات، نعرف كم مفهوم سابق باللي هي تغيرات المسافة بالنسبة للزمن. تغيرات معناتها في الرياضيات، تغيرات معناتها اشتقاق. اشتقاق الرمز بتاعه هو دي، معناتها دي اكس معناتها مشتق المسافة بالنسبة لواش، للتالي هو الزمن، معناتها مشتق المسافة بالنسبة إلى الزمن. أما التسارع فهو في، تغيرات السرعة بالنسبة للزمن، أي مشتق السرعة بالنسبة إلى الزمن. بين قوسين كاتب أ يساوي في بريم، معناتها المشتق تاع في بكل بساطة. أما المسافة ما عندهاش قانون، لأن أصلا نجيبوها من السرعة والتسارع عن طريق التكامل. كنتيجة في حركة مستقيمة منتظمة، أنا كاتبين التسارع معدوم. معلاش التسارع معدوم؟ حنا قلنا كمفهوم أولي سرعة ثابتة، حنا قلنا بلي السرعة ثابتة والتسارع وش يساوي، ومشتق السرعة اشتق عدد ثابت يساوي معدوم، خلاص معناتها يعطيني التسارع معدوم. أما المتغيرة بانتظام قلنا بلي السرعة متغيرة، كي تشتق متغير إكس من درجة أولى وش يعطيني؟ يعطيني عدد ثابت، ومنه نصيبه ثابت، التسارع ثابت، أي أ لا يساوي صفر معناتها عدد حقيقي ثابت. باش نعرفوا إذا متسارع ولا مبطئة، متبطئة نشوفوا الجداء أ في ب إذا كان موجب متسارع، أما إذا كان سالب فهو متباطئ. روح المعادلة الزمنية الخاصة بالحركة المستقيمة المنتظمة. هذه المعادلة الزمنية تاع المسافة اللي تساوي المسافة x واش تساوي a في t زائد x صفر، حيث ال a هو التسارع تاعنا، ال t هو الزمن، أما x صفر هو الفاصلة الابتدائية. منين جبناها؟ جبناها من العلاقة دوكا، رحنا درنا التكامل تاع التسارع يعطيني هذه العبارة. الآن في حالة حركة مستقيمة متغيرة بانتظام عندنا زوج معادلات زمنية، واحدة خاصة بالسرعة وواحدة خاصة بالفاصل. السرعة تساوي في أ في أ في تي زائد في زيرو، حيث في زيرو السرعة الابتدائية، أ تسارع. أما في الفاصلة فيساوي أ في تي أو كاري سير دو بليس في زيرو في تي زائد إكس زيرو، حيث إكس صفر الفاصلة الابتدائية، في صفر السرعة الابتدائية. منين جبناها؟ السرعة جبناها من التسارع، من التكامل تاع التسارع. أما الفاصلة جبناها من التكامل تاع السرعة. في الأخير عندنا معادلة أخيرة ولا قانون أخير، اللي هو المعادلة الخالية من الزمن. من العنوان تفهم باللي ما فيهاش زمن. وش فيها؟ فيها سرعة ابتدائية وفاصلة ابتدائية، فيها تسارع. وين نسحقوها؟ نسحقوها بزاف في القذيفة كي نحوسو نخرجو المسافة ولا تسارع ولا سرعة ابتدائية. في الأخير حبيت نفهم العلاقة ما بين X و V و A. العلاقة هي أنه ننطلق من X المسافة باش نحصل على السرعة، نقوم باشتقاق مرة واحدة، وباش نصيب التسارع نشتق V يعطيني
مرة واحدة يعطيني التسارع، أو نشتق إكس مرتين يعطيني التسارع أ. وفي الحالة العكسية كاين عكس الاشتقاق هو التكامل، انطلاقا من التسارع باش نصيب في ندير تكامل مرة واحدة كاملة تعطيني في، نزيد نكامل في يعطيني المسافة، أو نكامل أ مباشرة ندير تكامل مرتين يعطيني إكس. في النهاية إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نكمل الجزء الثاني في حلقة قادمة إن شاء الله. سأفطركم والسلام عليكم.